يا مرحبا بالجميع في حصة أخرى دائما حول النواس اللي. خلال هذه الحصة سنتطرق إلى الدراسة الطاقية للنواس اللي. إذا كما هو معلوم فنواس اللي شأنه شأن باقي المتذبذبات، فهو يتميز بمجموعة من المظاهر الطاقية. أول مظهر من المظاهر الطاقية هناك الطاقة الحركية، إذا وهي الطاقة التي يمتلكها النواس نتيجة لحركته. تعريف هذه الطاقة الحركية، الطاقة الحركية للنواس اللي هي تعبيرها سي، أو التي يمتلكها بسبب سرعة وجود السرعة للنواس وكذلك كتلته وتوزيع كتلته بالنسبة لمحور الدوران. إذا يعبر عن الطاقة الحركية للنواس بالعلاقة التالية سي تساوي 1/2 جي دلتا في تاتا بوان أوكاري، بحيث جي دلتا وعزم قصور القضيب بالنسبة لمحور الدوران، تاتا بوان هي السرعة الزاوية لدوران القضيب. من بعد هناك مظهر آخر من مظاهر الطاقة التي يتميز بها النواس لي، وهي ما يسمى بطاقة الوضع للي، طاقة الوضع للي. دونك كيف سنقوم بالبحث عن تعبير هذه طاقة الوضع للي؟ بنفس الطريقة المعتمدة في طاقة الوضع المرينة، جسم صلب ونابض، قلنا سنعتبر على أن نواس اللي ثابتة تليه سي في حركة تذبذبية، ونطبق مبرهنة الطاقة الحركية بين موضعين أفصلاهما تباعا، هو تيتا واحد وتيتا جوج. إذا كما رأينا في الدرس السابق، يخضع القضيب أثناء حركته إلى القوى التالية، عفوا، إلى الوزن، إلى قوة الوزن، إلى تأثير القوة، قلنا قوة الوزن بي، وإلى تأثير السلك R، قلنا كذلك تأثير السلك دونك R، هذا إلى جانب ماذا؟ إلى جانب مزوجة اللي لعزمها ناقص صفر وتيتا. إذا بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية نستنتج ماذا؟ نستنتج على أنه تغير الطاقة الحركية دلتا سي بين الموضعين، الموضع رقم جوج، أو من الموضع انطلاق الموضع رقم واحد إلى الموضع تيتا جوج، يساوي لنا مجموع الأشغال. إذا دلتا سي يساوي لنا الطاقة الحركية في الموضع النهائي ناقص الطاقة الحركية في الموضع البدئي، يساوي شغل قوة الوزن زائد شغل قوة ديال R زائد شغل قوة اللي أو مزدوجة اللي، مع العلم على أن الشغل القوة بي في حالة الدوران يساوي لنا ماذا؟ شغل قوة بي يساوي العزم نتاع بي M ديال بي مضروب في دلتا تيتا. إذا ورأينا على أن فصول زاوية دلتا تيتا، رأينا ماذا؟ رأينا أن العزم تاع بي يساوي لنا صفر لأنه يتقاطع مع محور الدوران، إذا الشغل ديال بي يساوي صفر. نفس الأمر بالنسبة كذلك ل ار، ما دام أن العزم تاع ار يساوي صفر فكذلك الشغل واي يساوي لنا صفر. إذا سنستخلص من هذه العلاقة على أن ماذا؟ شغل قوة الوزن، عفوا، شغل قوة اللي أو مزدوجة اللي يساوي ماذا؟ 1/2 جي دلتا تيتا بوان أوكاري موان زان دومي جي دلتا تيتا بوان في الموضع رقم واحد أوكاري. جيد، إذا من خلال هذه العلاقة نستنتج على أن هذا الشغل اللي هو شغل مزدوجة اللي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن طاقة. هنا تساوي لنا تغير لطاقة، لكن في هذه الحالة مظهر من مظاهر الطاقة حركية. إذا نتابع، من حيث دبليو سي شغل مزدوجة اللي بين الموضعين واحد وجوج والموافقين للأفصولين تيتا أ و تيتا دو عند اللحظتين. إذا لدينا تيتا دو تي كتساوي لنا ماذا؟ تساوي تيتا أم كوسينيس دو بي على التزارد زائد في، ومنه يمكن حساب تيتا بوان السرعة الزاوية. سنقوم بتعويض تيتا بوان أن وتيتا واحد تيتا بوان جوج في هذه العلاقة. إذا الشغل خلال هذه العلاقة، الشغل ديال القوى اللي مزدوجات اللي يساوي 1/2 جي دلتا في ماذا؟ تيتا ام او كاري، تيتا بوان في الموضع رقم جوج ستكون تي دو او كاري. إذا ف تيتا ام، فوالا تيتا ام او كاري 4 بي او كاري سور تي زيرو، دونك
فقط أقوم بتعويض في هذه العلاقة وأعوض التي بالتي جوج وأرفع الكل أس اثنان. إذن 4 بي كاري سور ماذا سور تي زيرو أو كاري سينيس كاري تي سور تي زيرو تي فوا تي دو بلس في ناقص أو زائد عفوا عفوا ولا ناقص 1 سور 2 جي دلتا في تيتا بوان أو كاري تيتا بوان في الموضع رقم واحد يكفي فقط في هذه العلاقة أن أعوض التي بالقيمة تي واحد باللحظة تي واحد. إذن كما تلاحظون تيتا ام أو كاري 4 بي كاري سور T0 au carré, sinus au carré, 2π sur T0, T1 plus phi. J'ai dit, à had al miqdar 4π carré sur, mada, sur T0 au carré, ça ou aouidou, bil miqdar G delta sur C. Iden, mada, ça agit, nafs l'amalie houna, ça achtazil hada ou aouidou bi C sur G delta, nafs l'modou li adrna fhad l'makan, donc, tu voulais adna, chogl, ديال الوزن كما الشغل عفوا ديال قوة الارتداد يساوي 1 على 2 ج دلتا مضروبة في سي سور ج دلتا. إذا سأختزل ج دلتا هنا مع هاد ج دلتا وتبقى لي 1 سور 2 تيتا ام كاري فوا سي 1 سور 2 تيتا ام كاري فوا سي. هنا كذلك اختزلوا ج دلتا مع ج دلتا وتبقى لنا 1 موان زان دومي ماذا تيتا ام او كاري فوا سي فوا سي. إذا سأعمل ب 1 سور 2 سي تيتا ام او كاري وتبقى لنا هنايا سينيس ديال اللحظه تي 2 هو هذا وسينيس اللحظه عند اللحظه تي 1 هو هذا. الان ساستعمل العلاقه التاليه ان سينيس او كاري يساوينا 1 ناقص كوسينيس او كاري كذلك سينيس او كاري يساوي 1 ناقص كوسينيس او كاري واش عندنا هنا. اذا 1 سور 2 سي تيتا ام او كاري هو هذا الحد من بعد سينيس او كاري ديال تي 2P sur T0 T2 plus phi يكون عندنا هو هذا هو 1 ناقص كوسينيس او كاري جوج بي على T0 T plus phi. نفس العملية بالنسبة لهذا المقدار دونك أعوضه بماذا ب 1 ناقص A موان كوسينيس 2P sur T1 plus phi وبعد ذلك سأنشر فسأجد ماذا 1 sur 2C تيتا M او كاري فاكتور دو كوا عندي هنايا واحد مع موان زا غادي تختزل هذه غتمشي تبقى لي هنايا موان كوسينيس كاري جوج بي سور تي زيرو تي دو راهي موان بلوس في عندي هنا لو موان مع هاد لو موان سوسغا ان بلوس ايسي دونك صافي كوسينيس او كاري دو بي سور تي زيرو تي. من بعد دونك الى قمنا بعملية النشر دونك الى لاحظنا هاد تيتا ام دخلناها هنا غتولي عندنا ان سور دو سي فوا تيتا ام او كاري كوسينيس او كاري 2 بي سور تي تي 1 صدر هي تيتا في الموضع رقم 1 لان تيتا ماذا تساوي تيتا تساوي تيتا ام كوسينيس 2. اذا الا كانت تي 1 هنا غتعطينا هنايا تيتا 1 الا كانت تي 2 هنايا غنحصلوا هنا على تيتا 2. اذا حسب هذا اذا فملي غتكون عندنا تيتا ام كوسينيس 2 بي سور تي 1 بلس في غتعطينا هي تيتا 1 وكوسينيس 2 تيتا ام كوسينيس 2 بي سور تي 0 تي 2 تعطينا هي تيتا 2. اذا فهكذا يمكن ان اقول بان الشغل ديال مزدوجه اللي هذه خاصيه يمكن ان نحطوها هي 1 سور 2 ولا موان زان دومي بحال بحال موان زان سور 2 سي عامل لي تيتا فينال تيتا 2 او كاري موان تيتا 1 او كاري. ماذا قلنا؟ قلنا في الجزء الاول باعتبار او باعتمادا على مبرهن الطاقه الحركه على ان الشغل فهو يعبر عن طاقه. في الوضعيه الاولى كان كيعبر لنا على فرق لمظهرين او طاقه حركيه الجزء الاول طاقه حركيه وهذا كذلك الطاقه حركيه. الان سنلاحظ على ان الوزن الشغل ديال قوه الارتداد يعبر كذلك على فرق لمقدارين لهذا المقدار وكذلك هذا المقدار. اذا ما دام ان هذا دلتا او دبليو في دو سي قلنا انه عباره عن طاقه يمثل لنا مظهر الطاقي اذا حتى هذا المقدار 1 سور 2 سي تيتا 1 فهو يمثل لنا طاقه يمثل الطاقه. نفس العمليه 1 سور 2 سي تيتا 2 او كاري فهو يمثل لنا كذلك الطاقه للوحدة ديالها اللي هي الجول. إذا نلاحظ في هذه الحالة على أن هذا المظهر من هذا من الطاقة يتعلق بماذا؟ يتعلق بالسي ثابتة اللي ويتعلق بالموضع تيتا، لذلك نطلق عليه اسم طاقة
وضع لأنه يتعلق بالموضع ويتعلق كذلك بثابتة اللي. إذا طاقة وضع للي، فنعرف طاقة الوضع للي في كونها ماذا؟ ان سورتو سي فوا تيتا ان وكاري في الموضع رقم واحد زائد واحد ثابتة، وطاقة الوضع في الموضع رقم جوج هي ان سورتو سي. جيد، إذا نتابع. إذا نلاحظ من خلال هذه العلاقة، نلاحظ من خلال هذه العلاقة أن ماذا؟ أن دوبل فيس عبارة عن شغل وحدته الجول، أي أنه ماذا؟ أنه يمثل مظهر طاقي وهو يساوي تغير طاقة ذات شكل آخر يسمى بطاقة الوضع للي اللي ترمز لها بي بي تي، ونكتب الشغل ديال المزوجات لي يساوي ناقص دلتا بي بي ديال الطاقة للي. إذا نعبر إذا عن طاقة الوضع للي بالعلاقة التالية كتلخيص عام، أو بي تي كتساوي أن سور دو سي فوا تيتا أو كاري بلس كونستونت، مع سي ثابتة لي وتيتا أفصول الزاوي سي تي أو هي ثابتة تتعلق بالحالة المرجعية. دونك نحدد الطاقة الميكانيكية، المظهر الأخير هو الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الإجمالية لنواس اللي. الطاقة الميكانيكية لنواس اللي هي ماذا؟ هي مجموع طاقته الحركية وطاقة الوضع اللي. ملاحظة هنا على أن نواس اللي فهو لا يتميز بمظهر من مظاهر الطاقة والتي عبارة عن طاقة وضع تقالية. طاقة الوضع التقالية للنواس اللي في حالة نواس لي أفقي دائما فهي منعدمة. إذا طاقة الوضع التقالية في نواس لي غير موجود. إذا اعتماد هذه العلاقة لدينا أس هي أن سور دو جي دلتا تيتا أو كاري، و أو بي تي هي أن سور دو سي تيتا أو كاري. هذه طاقة حركية، هذه طاقة الوضع اللي. إذا اختارنا قلنا إذا اخترنا الحالة المرجعية أن طاقة الوضع تكون منعدمة عندما تكون تيتا منعدمة، بمعنى آخر أن إذا كانت أوبيتي كتساوي صفر عندما تكون تيتا تساوي صفر، هذا يعني لأن لو كونستانت كتساوي لنا صفر، ومنه يصبح تعبير طاقة الوضع على الشكل التالي طاقة الوضع اللي. إذا في بعض الحالات قد يطلب منا إيجاد المعادلة التفاضلية طراقا من الدراسة الطاقية، يعني رغم إذا في غياب الاحتكاكات، اعتمادا في غياب الاحتكاكات تنحفظ الطاقة الميكانيكية، بمعنى أن الاشتقاق تاع الطاقة الميكانيكية يكون منعدم، أي أنه الاشتقاق تاع هذه العلاقة هي أن سور دو جي دلتا، اشتقاق تاع تيتا بوان أو كاري تعطينا هي دو تيتا بوان تيتا دو بوان، زائد أن سور دو اشتقاق تاع تيتا أوس اثنان هي دو تيتا بوان تيتا بوان. Donc g delta theta de point plus c fois theta facteur de theta point égale 0. إذن نعمل هنا بالثيتا بوان، نختزلوا هاد الاثنين كما قلنا مع هذه، ونختزلوا هاد الجوج هنا مع هذه، شنو غادي يبقى لنا هنا؟ g delta theta point theta de point plus c theta theta point، نعملوا بالثيتا بوان غتبقى لنا هذه. إذن g delta theta de point plus c هي المعادلة التفاضلية اللي ممكن أننا نحصل بها، قسمنا على تيتا دو بوان عفوا على جي دلتا، غنلقاو تيتا دو بوان زائد سي سيغ جي دلتا إيكال زان. دونك هذه دونك ملاحظ هنا على أنه عندما تنعدم الطاقة دائما الطاقة الميكانيكية تنحفظ، بمعنى آخر أنه عندما تكون الطاقة الميكانيكية قصوية، عفوا عندما تكون الطاقة الحركية قصوية فالطاقة طاقة الوضع منعدمة، نظري اللي منعدمة والعكس صحيح. إذا عدنا إلى هذه العلاقة، دونك فالطاقة الميكانيكية طاقة الوضع عفوا طاقة الوضع اللي فهي بدلالة تيتا، حاولنا ناخذ هنا دلالة تيتا، دونك تكون عندنا عبارة عن ماذا؟ احنا قلنا أن الأفصول الزاوية يتغير من ماذا؟ يتغير من الموضع ناقص تيتا ماكس إلى الموضع زائد تيتا ماكس. إذا هاد القيمة فهي دا قيمة اللي هي ثابتة، عفوا
إذن قلنا إذن إلى رجعنا وبغينا نحاول نديرو تمثيل لمخطط الطاقة باعتماد ماذا؟ باعتماد الأفصول الزاوي. إذن قلنا أن تغير للطاقة على الشكل التالي. إذن النواس فينجز حركة تذبذبية انطلاقا من موضعين، الموضع اللي هو تيتا ماكس تيتا ام وموان تيتا اف. جيد، إذن كما تلاحظون هنا على أنه عندما تكون تيتا كتساوي تيتا ام فالطاقة الوضع للليف هي طاقة قيمة قصوية، إذن ستأخذ هذه القيمة مثلا ستكون في هذا المكان قيمة قصوية، واللي هي 1 sur 2 هذا المقدار هو 1 sur 2 C fois تيتا ام أو كار. جيد، إذن عندما تكون كذلك ناقص تيتا ام فهي تكون قيمة قصوية، إذن هذه الطاقة اللي كتساوي دونك الطاقة الميكانيكية تساوي الطاقة الوضع القصوية او ام. دونك فمخطط الطاقة طاقة الوضع فهو هي عبارة عن دالة على شكل شلجم، إذا تكون طاقة الوضع منعدمة في الموضع صفر يعني عند موضع التوازن وقصوية في طرفي الحركة أو عند حدي الحركة يعني عند تيتا ام أو وعند ناقص تيتا ام. أو بالنسبة للطاقة الحركية دونك إلا شفنا تعبير للطاقة الحركية دونك فهو يساوي مدى يساوي الطاقة الميكانيكية الطاقة الميكانيكية ناقص طاقة الوضع. إذن يساوي 1 sur 2 الطاقة الميكانيكية قلنا تساوي طاقة الوضع القصوية دونك 1 sur 2 C fois تيتا ام كاري موان الوضع اللي هي